الفكرة الأساسية، وأن الإشكالية التي نعيشها كمغاربة بالطبع هي المتطلب القراءة، هي ديفوليسيون تكنولوجي بالطبع. الطفل أو الشباب ولو كيقربوا بلوس لتابلت التليفون وفي هذا الإطار اعتبرنا بأن مجموعة التظاهرات الدولية في العالم حاولت تتبع الطفل والشباب، وفشلت مع مجموعة الأساتذة ومجموعة الخبراء في هذا المجال. خصنا ندافع على الثقافة السياسية في مجال التظاهرات والشباب، الشباب كيف ما كان غريز الشباب كيف ما كان هذا الشباب وقع مونغا ومبيدي ونيس لوبان، لأن هذه هي البداية اللي غتربطوا ذاك غتولي بحال سيمين بيلدغول الكتاب غيولي دائما غيتشكل على الكتاب. دونك من بعد نقرا في الروموند ديال الاستوار دونك في هذا الاطار اعتبرنا بان الا خصنا الا بغينا نصلحوا الاشكاليه ديال كل سنه كيعطيونا الوقت الدقائق اللي كيعطيو المغاربه الكتاب بلا ما نبدلوا هذه، خصنا نبداو من الاجيال الصاعده من الاجيال من الاكثر من الشباب. فهكذا الاطار اعتبرنا ان مدينه كمدينه جده بانها اللي عندها واحد العدد كبير ديال الاطفال والشباب ممكن هي تشوف انها منتج في هذا المجال. لهذا مشينا في المهرجان الدولي باش اولا نفتحوا على العالم باش نعرفوا التجارب اللي كاينه في العالم، وبالطبع نقويوا الحضور ديال الكتب للاطفال المغربيه بالدارجه ديالنا والعربيه ديالنا باللغات الاخرى، لان الشباب كيتكلموا الفرنسيه بالانجليزيه مجموعه يعني اجيال اليوم تبارك الله ولو كيتكلموا مجموعه ديال اللغات المهمه مره اخرى، هو يهتم بالكتاب وبالقراءه. واعتقد بعد الكتاب والقراءه تما خصنا نعطيهم شويه ديال وقتهم في مجال ديال يعني تكون ان بون ماركتينغ ديال بون كوميونيكاسيون، لان يفوا اتشيري ذاك الطفل ذاك لو جو، ما خصناش راه ماشي غندير ليه المكتبه هنا يمشي ليها. المكاتب كاينه في المغرب، الوزاره والجامعات عندهم مجموعه ديال المكاتب، ولكن علاش ما كيمشيوش ليهم؟ هذا هو السؤال اللي غادي خصنا نطرحوا على هذه مبادره من المبادرات اللي غتقوم بها الوزاره، كنعتبرها بالنسبه لشباب الاطفال اكبر مبادره. اذكر بان يعني هذه التظاهرات هي بمشاركه مع لولا الجماعه والجهه ما كانش يمكن نديروا التظاهرات، لان الا بغينا نديروا واحد التظاهرات كبيره ونحترموا بها الكتاب والشباب والاطفال الا واحد هناك امكانيات. تعرفوا الامكانيات اللي كانت سابقا لوجهه الكتاب كانت بسيطه وقليله، فلهذا انا يرجونا بديت بالشكر لمجلس الجهه والجماعه، لان حان الوقت واليوم كل شيء متفق على هذه الهجره باش نعطيو الامكانيات لمجال الثقافه ومجال